السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم ترى كاميرا جديدة عشان كذا يمكن نصير أناظر هنا لأنه في زي الكاميرا. المهم إني بوريكم روم تور. إيه خلنا نبدأ في الفيديو. أول ما تدخلون دور صدى بس إنه كذا في دور حقي مكتوب ليف أنا ولولو بنت خالتي ثانية سويناها وحطيتها هنا يعني كذا ديزاين. دين تفتحون وتلقون هذه الدريسر، يعني مو دريسر وشو يعني دريسر ما أدري شو اسمها، بس إنها هذه اللي تحطون فيها أشياءكم كذا. وش هو هذه؟ عندي ميك اب براشز واشياء الميك اب، وعندي شوي ديزاين هنا زي هذه الباتل اوف جلتر، كانت حقت باتل جلتر. وهذا وبعدين في هنا زي الاشياء الاساسيه يعني عطر، عندي فيس ماسك مدري ليش، فازلين، عطر زياده كذا، كريم شعر، هذا مره كريم شعر مره حلو. هنا عندي اشياء النيلز، نيل بولش حطيتهم هنا بينك، هنا ما ادري وش اتوقع جرين، هنا جرين وهذه بلو حطيتها هنا وايت بالحالة. وبعدين في لبستك كذا جلتر وهذه كولرز، هنا في ليب سكراب ونيل، هذا اشياء نيلز يعني كذا زي هذا النيل فايل كذا، هذا هو وبرش، هذا حق الجولري، هنا في مراية تقدر تفتح هذا، وفي زي الأشياء زي هنا ممكن تفتحها، هذا ما ينفتح لنا هذا أول شيء، بس في هذا اللي تقدر تفتح هذا وهذا طيب، وتقدر تسكرين كذا يصير زي الطاولة. هنا في زي كذا شنطي، وهذا اللي شنطي انتو الحين هنا، وفي زي هذا المفروض سرقيت بس ايه، هذه كانت في تشاكي تشيز هيمو، هذه صديقتي من امريكا، هذه بيكتشر داي في امريكا، هذه بيكتشر داي في امريكا. هنا غرفة سرير هيمو، هذا هو قاعد يشحن جو ايباد الحين كذا يصير في شحن. هنا هذا كذا سرير عليه كارز. هنا البوك شلف، في اللي تحت بوكس كذا وبوكس هنا وبوكس هنا، يعني كتب الأول ثلاثة كتب، بعدين في صور وديزاين، يعني صور الديزاين كذا هذه، وبعدين هنا في زي شو اسمه بورد جيمز كذا زي سنيكس لادرز، وفي بيدز وأشياء زي كذا. فوق مرة هناك في صورتين مني وصورة يعني زي هاوس نشان لكم. من إذا جيتوا هنا في الديسك حقي، في هذا الماركر فيس حقتي لأن كذا شكله حلو أحس ما أدري. هنا في مكتب something special when he's coming أو مسعيد and إيه شئ زي كذا only one to the something they can't show. So هنا حطيت في زي الجراس، يمكن ما تقدرون تشوفونه. I made a mess. Okay, I made a mess. Sorry, but زي جراس تحت لأن قصيت هذا شعره، وبعدين قلت حرام أكبه وحطيته تحت هنا ديزاين. هنا في ديزاين، هنا في زي الأشياء ال ما أدري random stuff كذا يعني الشواحن وكذا. هنا في النوت بوكس حقي أنا وصديقاتي، مير وأشياء supplies يعني. في هاند سانيتايزر اند سبراير، هنا بس كذا شيء ديزاين. وهنا في كتب ومو كتب، بيبرز بيكتشرز ريكورد جورنالز. هنا ما اقدر اوريكم كثير لان في شيء بسويه في فيديو جاي. اوكي هنا في زي الاشياء هذول البوكس بوتلز، هنا في ليدز، هنا في سلايمز الأربع سلايمز، لأن هذه أشياء كذا زيادة. هذا جوالي، كان في لابتوب هنا بس توك استخدمه. هذه هنا تحت أشياء مرة راندوم يعني زي بوراكس بين أشياء زي كذا.
هنا بيت الامريكان جيرل دولز زي كذا. هنا في اللي تحت مثلا الصاله والكيتشن. هنا بس البيدروم حقها بس شوي ماسي يعني لازم زينه. هنا الكلوزت شوي ماسي. هذا الكلوزت حقي كلوزت هيمو هذي انا هاي. وهذا الكلوزت الثاني بس يعني شوي ماسي. فهنا هذا حق الكيتشن حقي كيتشن وير زي ايبرن وهات. هذه طاحت بس بعلقها. هذولي لايتس للبيت حقي كذا يعني تامبلر. وهنا كذا عندي اللوت عندي مره كثير شو اسمها مخدات. هذه اذا صار الشتاء احطها عشان يصير شوي برد. هنا في كلوك مو كلوك وش كلوك اي كلوك على مكتوب ستوري اف سنو وايت كيوت. هنا انا رسمته بس مخشته يعني مخش. هذا التشيو حقي نايت ستاند بعدين لايت لامب. يعني هنا تحت السكوشيز حقتي وبعدين زي كذا هذه ما ادري وشو ما ادري. وزي ما قلت لكم هنا في نسيت اقول لكم هنا في زي ال شو اسمه بوز ربطات مغاط شباصة. هنا في هذه اللي حقت هذا شو اسمه تبيض مو تبيض تخليه يلمع النيل حقك. والت هذا حقه الجوالات شو اسمها تعرف شو اسمها كيس يعني كيس المهم انه كيس. هذه الواتشز حقتي الساعات حقتي ساعات يد. هذه نوت جت من خالتي وكريمات عشان عندي اكسو ني سوبرين وكريم. كان عندي مشكله في رجلي ما ادري شو صار اوبس كان عندي مشكله في رجلي فاستخدمت هذا. وهذا حجم الاكزيما حكي عندي اكزيما فريجلي. هنا في النوت بوك ميني نوت بوك من ستيكتي نوره ممكن تناظر هذا الفيديو والله ما ادري هذا جوالي اذا تسمعونه. هذه استخدمتها في شو اسمه last day of school. هذا غرفتي ان شاء الله عجبكم التور. و فهذه غرفتي ان شاء الله عجبكم التور واكتبوا لي في الكومنتس وشو اسوي for the next video. عندي idea بس ما ادري واكتبوا لي وش اسوي يعني في الكومنتس اكتبوا لي يعني اي فيديوهات اسويها وسووا لي لايك وسبسكرايب to my channel. باي.